لا يخفى على أحد التنامي الكبير لجرائم الاحتيال في الجزائر. أفراد وعصابات أصبحوا يتفننون في أساليب الخداع والغش، كما أصبح حديث عن قضايا التزوير أمرا مألوفا لدى الكثيرين. قضية اليوم تتعلق أيضا بالتزوير، لكن فيها نوع من الخصوصية ما يجعلنا نقول أنها فريدة من نوعها. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج تحريات، ابقوا معنا. بتاريخ 25 جوان 2018 في منطقة حاسب عقبة بوهران، قام أفراد فرقة الدرك الوطني بنصب نقطة مراقبة روتينية على مستوى الطريق الوطني رقم 46. كإجراء روتيني تم تفتيش عدة سيارات. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. نعم حبيبي، تفضل. من فضلك في قامتك شو اللي مصبتها؟ فتحنا لمار. بارك الله فيك الحاج، شكرا على المساعدة. ربي يسهل. تفضل. الله يسهل. امين. دير السنتورة تاعك. صحيح. تفضل. روح الحاج. اخرج. لحظات وتصل سيارة المدعو فيصل، يأمره الدركي بالتوقف. الدرك الوطني وثائق السيارة مخالف. بطاقة تسجيل المركبة، شهادة أمين المركبة، مفاتيح السيارة من فضلك. على شاف شكاين شنو يدير؟ مفاتيح السيارة، أعطيني مفاتيح السيارة. راقب الأول. راقب. راقب الأول السيد، راه تحرك حركة مشبوهة. الدرك الوطني، تفضل معنا. لا شاف شنو يدير شاف. تفضل. بعد التفتيش وجدت وصفات طبية فارغة ومملوءة في السيارة وفي جيب المدعو فيصل. مين جبتهم؟ راهم فارغين. مين جبتهم؟ انا بالي شاف خاطيني شاف مشيت له. وقف. خاطيني شاف هذو مشيت له. شاف خاطيني هذو. شاف خاطيني هذو. مين جبتوهم؟ شاف طور عندي. شاف علاه؟ شاف علاه؟ شاف اللي كاين. شاف علاه؟ شاف شو انا شاف. اسكت ما تهضر. علاه؟ شاف ما تهضرش. هذو خاطيني شاف. هذو خاطيني شاف. شاف مشي تاوعي. شاف مشي تاوعي. شاف هم فتشوا المركبة. بالحضور تاعك غادي نفتشوا المركبة تاعك. ما عندي والو. شاف توع من هادو.
خاطيني شاف مشي توعي هذا مشي توعي مشي توعي هذه شاف مشي هذو مين جبتهم شاف مشي توعي هذو حول السيارة. علاش شاف شنو يدير شاف علاش شاف مساعد تم توقيف شخص مشتبه فيه لعملية تزوير وثائق إدارية على مستوى مراقبة بطريق الولائي رقم 46. ارفع السد ارفع السد والتحق بالوحدة ارفع السد والتحق بالوحدة فورا علب برقية مفهومة برقية مفهومة حضرات تم إيقاف شخص مشتبه فيه في عملية تزوير وثائق إدارية على مستوى نقطة مراقبة منفذة من طرف الأفراد بالطريق الولائي رقم 46. أعلم السيد وكيل الجمهورية واتخذ الإجراءات اللازمة وأعلمني بأي جديد في حينه. علم البرقية حضرت بتاريخ 25/6/2018 وأثناء قيام أفراد الوحدة بنقطة مراقبة على مستوى الطريق الولائي رقم 46 تم توقيف شخص على متن سيارة. بعد تفتيش المركبة وسائقها تم الضبط بحوزته وصفات طبية. فيصل ضبطنا عندك وصفات طبية فارغة. خاطيني شاف هادو مشي توعي. بالإضافة إلى وصفة طبية فيها مواد مهلوسة بدون وجود تقرير طبي. شاف انا نخدم كلونديستا بالك كاش واحد ركب معايا ولا انساهم عندي هادو كاع خاطيني كاع مشي توعي هادو والتعاملات تاع الوصفات الطبيه نفس الطبيب شاف انا بروحي راني مخلوع هادو كاع خاطيني هادو كاع مشي توعي بعد ان انكر المدعو فيصل كل التهم الموجهه اليه واخذ اذن وكيل الجمهوريه خرج رجال الدرك الوطني لتفتيش بيت المدعو فيصل تبلول جيب الموقف و السلام عليكم. سلام. فرقة الدرك الوطني بحاسي من أخبار. منزل تاع فيصل هذا. واه. عندنا أمر تفتيش من طرف السيد وكيل الجمهورية. شاكر. كي طالعين بنتي طالعين. بصح شاكاين شادر. ما تقلقيش مدام. ما عنده والو إن شاء الله. ورينا الغرفة تاعو وين يبات فيها فيصل. هيا لا منه. تفضل معي. شمولاد على باليش مساعد
فيصل هادو تاوعك؟ توعي واشيف توعي توعي حجزهم في الحين الراقب الاول حجزهم. اثناء تفتيش المنزل تم العثور على عدة وصفات طبية فارغة وأختام مختلفة والعديد من الشهادات بأختام مزورة وجهاز كمبيوتر. فيصل الأختام تقلدهم هذو؟ حجزهم الراقب الأول. صحيفة الصور القاعدية نسخة من بطاقة التعريف الوطنية شهادة طبية زوج فارغين وحدة نعم وهذو أختام قلدين قلدين وهذو ليكيتير استعملهم تصوير وصل وصل رقم الأول مساعد جهاز سكانر جهاز إعلام آلي هذه الأجهزة من المحتمل استعملها المشتبه فيه في عملية التزوير. مدام الأجهزة تاع فيصل؟ تاع هو الراقب الأول حجزها. مفهوم المساعد. مباشرة بعدها تم اقتياده إلى مقر الفرقة للتحقيق معه مرة أخرى. تم إخطار الجهات القضائية المختصة إقليمياً وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش منزل المشتبه فيه. فيصل كنت حاضر معنا في التفتيش في المنزل تاعك؟ كنت محاضر معكم واشف. ضبطنا في المنزل تاعك عدة وصفات طبية وثائق إدارية مزورة أجهزة إعلام آلي أختام مقلدة وش دير بيهم فيصل؟ شوف أنا مدمن تاع حبوب أنا ناكل حبوب بزاف شوف هادو صوالح نخدمهم لروحي باش نشري بيهم باش نقص على روحي برك هادو قاع توعي نخدم بيهم أنا ونخدمهم لروحي. انطلق رجال الدرك الوطني في التحقيق. البداية كانت بإرسال جهاز الكمبيوتر إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في وهران وبالضبط مصلحة الشرطة التقنية. تم استدعاء الطبيب الذي يوجد ختمه على الوصفات الطبية المحجوزة عند المشتبه فيه فيصل للتحقيق معه. السلام عليكم. مرحبا بك خويا. صايب قمت لي كوفوكاسيون. عطيني الاستدعاء تاعك. عطيني بطاقة الهوية تاعك. طبيب على بالك استدعيناك اليوم امام مصالحنا. ما على باليش واش كاين بعثوا لي كوفوكاسيون باش نعرف واش كاين.
راه مشتبه فيه في إطار تحقيق المفتوح من طرفينا في قضية التزوير واستعمال المزور. استعمال المزور؟ تاواش؟ في وصفات طبية. وصفة طبية؟ تاواش وصفة طبية؟ أنا خدم ريكلو في الكابين تاعي. رانا نرضى عليك الوصفات الطبية هذه بالختم والإمضاء تاعك، كان اللي راهي مملوءة وكان اللي راهي فارغة، ورا فيها الإمضاء والختم تاعك. تفضل. هذا الخطم تاعي، صالو دروس ماشي تاعي، مام الخطم ماشي تاعي. راك متاكد باللي ماكش انت اللي حررت هذو الوصفات الطبيه؟ راني متاكد باللي ماشي تاعي هذه. راح نعطيك ورقه بيضاء واكتب فيها على اساس راك تحرر في وصفه طبيه. زيد مضينا على راح نشدو الرقم الهاتف نتاعك، واي جديد في القضيه هذه راح نعيطوا لك نتصلوا بك ان شاء الله. ارسلت الوصفات الطبيه المحجوزه الى معهد الادله الجنائيه وعلم الاجرام ببوشاوي في العاصمه من اجل اجراء الخبره العلميه عليها. بعد ذلك تم أخذ إذن من وكيل الجمهورية لتفتيش الصيدلية الذي وجد ختمها في الوصفات الطبية المحجوزة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الصيدلية تاع شاكر هذه؟ واه بدات، مرحبا بك. عندنا إذن بالتفتيش تاع وكيل الجمهورية باش نفتشوا الصيدلية تاعك في إطار التحقيق المفتوح من طرف مصالحنا. واش كاين شاف؟ غير الخير. تفضل بي طلع على الإذن تاع وكيل الجمهورية. الهوية تاعك هذيك ريتم؟ ايه. الصيدلية نفس الصيدلية؟ ايه هي. المقر في العنوان؟ بصح واش راه صاري؟ هذا التحقيق تاعنا، تنكملوا التحقيق ان شاء الله نقول لك واش كاين. صح ما كاش مشكل، ما فيهاش مشكل. راقب الاول. نعم. كاين وصفات هنا من المحتمل تكون مطابقه مع اللي حجزناه. اثناء التفتيش وجد رجال الدرك الوطني عده وصفات طبيه لها نفس المواصفات للوصفات المحجوزه. تعرف فيصل؟ لا لا. نظري يتعامل معك؟ جامي. فيصل ما تعرفوش؟ لا. الوصفات الطبيه هذو علاك حاطهم هنا على جهه؟ هادو تاع مالهم. تاع مالهم على راك حطوهم هنا على جهه. هادو مؤثرات عقليه. ايه. طريقه التعامل معها. كاين السجل الخاص بالحبوب هذه؟ كاين سجل. كاين. هذه نورمالمون تحطها في السجل مع فوتوكوبي تاع المرض. هادو على راك حطهم هنا. عندك تفسير الامور هذه؟ اهضر معايا، اهضر معايا، اعطيني توضيحات على الامور هذه. هادو راك حطهم هنا على جهه. انا هادو تاع كيبان فهمك تاع فيصل. تعرفه ولا ما تعرفوش؟ ما نعرفهاش. ثبت مليح فيصل، نظري تتعامل معاه ولا لا؟ ما شكون فيصل هذا؟ ما نعرفهاش كاع. الوصفه الطبيه هذه مع الوصفه الطبيه هذه
راهي تحمل هوية نفس الشخص وبيناتهم أقل من 10 أيام. شتو التوضيح تاعك؟ جاوبني شتو التوضيح تاعك؟ لا هادو تاع تاع واحد المالاد خلاهم عندي. عندك شهادة باش تخدم صيدلي؟ سجل تاع الصيدلية كاين؟ اهدر معايا اهدر معايا. عندك شهادة باش تخدم صيدلي؟ ما عنديش. سجل الوثائق تاع الصيدلية عندك؟ لا لا ما عنديش. ما عندكش؟ لا لا. كما اكتشف بأن صاحب الصيدلية لا يملك رخصة مزاولة نشاطه. تفضل معك. رقيب وقفة. انا شاف انا خاطيني تروح معنا خاطيني. المقر الفرقة ونواصلوا التحقيقات تاعنا. انا ما درت والو. تروح للمقر الفرقة ونواصلوا التحقيقات. انا خاطيني شاف انا والله خدام على دارنا. أيام بعدها وصلت نتائج تحليل الكمبيوتر من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران إلى قائد فرقة حاسب عقبة. تفضل. احتراماتي المساعد. تفضل. المساعد راهي صدرت نتائج الخبرة تثبت وجود عدة وصفات طبية ووثائق إدارية رسمية مزورة وبأختام مقلدة لعدة أشخاص. أمر قائد الفرقة باستدعاء كل الأطراف التي ورد اسمها في التحقيق. الرقم الأول، وصل التحقيق مع استدعاء جميع الأطراف المتورطين في القضية. تفضل. مفهوم. من خلال استعانة بخلية تكنولوجيات الإعلام والاتصال بمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، صدرت نتائج الخبرة تثبت وجود وثائق إدارية ورسمية مزورة بهوية عدة أشخاص وبأختام مقلدة. أمر قائد الفرقة باستدعاء كل الأطراف التي ورد اسمها في التحقيق. وصل المشتبه فيهم إلى مقر فرقة حاسب عقبة للتحقيق معهم. مصدين على بالك على استدعائك اليوم؟ لا ما على باليش. علاش رانا ضبطنا في جهاز اعلام الي وصفه طبيه مزوره باسمك. ما عندي حتى وصفه انا بالك زوروا وحده باسمي ولا ما على باليش. نفس النسخه رانا ضبطناها عند صيدليه وراك شاري بها اقراص مهلوسه. واش فسرنا هذا؟ المشتبه فيه شمس الدين انكر علاقته بالمدعو فيصل. صح شاف شريت بها اقراص مهلوسه. منين جبت هذه الوصفه؟ جبتها من عند واحد اسمه رحيم عرفني عليه صاحبي.
لك موالف تخدم معاه ولا كيفاش؟ ديك بيت هبلني صاحبي، قلت لك موالف نخدم مع السيد والسيد كونفيونس. اسمعني اسمعني، ما تقوليش موالف نخدم مع السيد، الناس قاعد تقول لك انا موالف نخدم، هذه فيها حبس. عمر خويا هذا صاروخ، هذا دواء مخدرات. خليني نهضر معاك تشوف، انا السيد غادي يترافيكي لي ديبلوم، سيبون حاجه كبيره كاع. تسمى نتايا ما تبقاش تخاف من حتى حاجه، سيبون السيد غادي يوجد لك سيرتيفيكا وتقعد تبلع فمك. غادي السيد كيهضر غادي يشوفك خايف وكاع، صاي غادي يطير لنا. صاي صاحبي، ديبلوم وسيرتيفيكا باش نخرج اوردونونس باش نخرج دواء ماشي كيف هذه حاجتك صاحبي. سيبون صاي تفاهم معاه نتايا. صاي خويا بيت عيط له، عيط له ابيض هبلني. غادي عيط له خويا. الو راح يمرنا تحت خويا. هلا لعب خفيف، لعب لا خوف ولا خوف لا لعب خفيف خويا، لا خوف سكن لعب خفيف راح يا صاحبي انا تحت في البلوك. اي صح صاحبي اقول له خوف نسري تشوف فينا النشو كاع مالك خويا باغي يروح الحبس. اي ما تبقاش دير لي ستريس انا، سيبو هو كيجي يقعد كيما هكا ما تقعدش تهضر في الشكل. خليني انا نهضر معاه، خليني انا ندبر راسي. سيبو دايما انت تهضر. لباك لو استدعيناك اليوم. لا. والمشتبه فيه زين الدين أنكر هو الآخر علاقته بالمدعو فيصل. مش أنا اللي زورت، رحيم هو اللي زور. أنا والله خاطيني وخاطيني. أنت اللي وصلت المدعو شمس الدين المدعو رحيم. واه أنا اللي ديت شمس الدين عند رحيم. السلام عليكم. هيا لباس بخير. رحيم هذا صاحبي وعارف ما تخافش. مرحبا بك صاحبي. هاي لاباس. الحمد لله. اسمعني قلت لك ذاك النهار كي تبغي تجيب معك واحد قول لي قبل ما تجيبه. صح صح خويا. المهم يا هضره اش درت لي فيها؟ سؤالك راه مواجدين. رحيم سؤالك ما يتحلبوليش ولا؟ راك مريض انت ولا مالك؟ راني نقول لك دوري يجي صاحبي، انا ما نخدمش هذا السؤال هذا وتاع الهف وكاع، كون نعرف باللي تشك كاع ما نعيطلكش وما نقولكش، مانيش خادم معاك غير انت، راك غير تراك ترجع. رحيم رحيم راني خايف خويا. انا باغي الدبلوم تاعي وراني باغي نخدم، انا كرهت هذه العيشه، شيبانيه راهي قاعده مريضه خويا. دير لي الدبلوم تاعي خليني نخدم. اودي خويا انا راني نقول لك انا ندبر راسي، ها ولا كل شيء قاضي ماضي، هادو مانيش خادم لك غير انت، وهذه ماشي مسكانيه دوري يجي. هاي لا امانتك خويا، شوف صوالحك كي داير. اي سيبو صح. صاي صاي خويا. امانتي انا واجده. واجده خويا. ايوا خويا. اخويا كاين 400 لهنايا. ايوا تبقى 100,000. على خويا. بصح تفاهم الناس كيما هكا بصح. عارف بلي راني. هيا ما تطولش عليا في المئات الفصل. رحيم انا اللي قلتني خويا راني باين نقصتك. تفضل صاحبي ما كاش مشكل، راني هنا. السيد اللي راه معايا خاصني سيرتيفيكا، راه باغي يخرج الدواء. وكونفيونس هذا؟ كونفيونس خويا روح نقول لك دير عليا شغل انا وديرها عليك، راك فاهمني؟ صاي ماشي بروبليم. السيد كونفيونس ناس ملاح وما يخرجش الهضره. صاي ماشي بروبليم. فهمني خويا. صافا خويا. هيا لاباس بخير مليح. مرحبا بك راني هنا شخص صاحبي. هذاك زينو قال لي بلي زعما تخدم حاجه مليحه، انا خصني سيرتيفيكا. تاع السيرتيفيكا؟ هذه سيرتيفيكا بيخرج بها دواء صاروخ. اوردونونس. هذيك اوردونونس هذيك على راني مستريسي تلفت لي. يخرج بها دواء؟ بصح ماشي كيما الدبلوم خويا، فهمك من الاولى. بصح فاش ماشي كيما الدبلوم؟ خدمه ماشي كيما الدبلوم، خدمه حاجه واحده اخرى وهذه حاجه واحده اخرى. السومه دير معانا. لا كاع راني نقول راهم يسالوني الناس. اسمعني خويا ما تهضرليش كاع على السومه، انا نقول لك حاجه، نخدم لك كل شيء دوري يجين وتروح وتخرج وكونك هاني كاع. انت باغي تخدم وانا باغي نخدم، السومه كاع ما تهضرليش عليها. شاولا نوصي صاحبي حاجه، الفارماسيا كاين غير واحد اللي تخرج من عنده واحد هذا، بصح ما نعرفهاش انا فارماسي. تعرف فارماسي تاع شاكر؟ واه تعرفه. واه هيا انا كي نعطيك لوردونون صاحبي ونكمل لك سؤالك، روح عنده هو وهو يدبر راسه. تعطيه وهو يدبر راسه. سي مو كيما هاجي شابه شاور حنبوك هاوي معايا غير في السومه. والله لا راني على لاط. شو خويا عندي لك معك سومه شابه وغادي نفضلك على الناس. الله يحفظك. وغير من جابك هذا رحيم نوصيكش خويا، هذا خويا وتهلا فيه. انا ندبر راسي كل شيء يموت هنا. باينه هذه كونفيونس ما تخافش. هيا صاحبي. هيا شوف نقول لك سهل حد ما شاف حد. هيا الله يسهل. الله يسهل مو فرح. الله يسهل. الله يحفظك. صحيح الله يسهل. كي رحت الصيدليه واش طلب منك وثائق باش بيع لك هذه الادويه؟ ما طلب مني حتى حاجه، عطيته لوردونونس وبيع لي باسكو رحيم كان موصي عليه. شحال من مره شريت على هذه الصيدليه؟ شريت عليه شحال من مرة، شي خطرات في 10 أيام، كي تخلص لي السرعة نروح عندها نجيب ديريكت. السلام عليكم. كيراك خويا صافا؟ الحمد لله. عندي دواء كنشري. شكون راه بعثك؟ رحيم.
سهل. وحفظك خويا العم. على بالك علاش سديناك؟ والله ما على بالي شف. ضبطنا نسخة من السجل التجاري مزور باسمك. ما على باليش. تعرف المدعو فيصل؟ محمد هو الآخر فيصل. نفى وجود أي شيء بينه وبين المدعو فيصل. راك متأكد ما عندك حتى علاقة ربطك به؟ متأكد شف، ما نعرفش قاعدة فيصل وجامي اشتهى فيصل. راك مشتبه فيه في قضية تزوير واستعمال مزور. على باليش قاعد شاف هذا التزوير، انا اصلا ما خاطيني قاعد التزوير والصوالح هادو. باش تفسر وجود نسخه مزوره من السجل التجاري باسمك؟ انا شاف، انا كنت حاصل في هذا الريجيست، تعرفت بواحد وخلصته هو اللي جابها لي. اعطينا اسم الشخص هذا اللي جابها لك. رحيم هو اللي جابها لي. الو وي سلام صافا رحيم؟ لا اخويا هيا نستنى فيك في البلاصه اللي قلت لي عليها. واه وين دارين نتلاقوا فيها؟ راني تما اكتيفي خويا. صافي صح اخويا صح. السلام عليكم. سلام رحيم. لا شوال الريجيس كوميرس راك تعرف ماشي كيما الاخرين، غادي يطلبوا لي شويه زياده. مانيش ميهمنيش دراهم، انا راني مبريسي لقلي نحل، انا راني مبريسي ميهمنيش دراهم. بصح نجيب لك روجيس وتحل. شوال اعطيني ربع ايام خمس ايام نكون عندك. اكتيفي لي قد لي تنجم انا. ماشي بروبليم، انا ندبر على صاحبي. تبغي نعطيك عربون ودبر راسك ولا تبغي نكملهم لك كاع شويه دراهم كيما بغيت؟ هي ناس وحدين اخرين نكدب عليهم عربون، انت خويا وكاع معليش ماشي بروبليم. شوال كاينه حاجه، اعطيني غير لي زانفورماسيون تاعك، اسم اللقب لا دات دو نيسونس لادريس كذا. وانا ندبر راسي. صاي هذا ماشي بروبليم، نلحق للدار نزيفطهم لك ميساج. سي بون خويا نزيفطهم لك ميساج ولا ما كاش مشكل، تبغي نعطيك دراهم دروك نعطيهم لك عربون. دبر راسك خويا كيما تبغي. انا راني قلت لك انا ربع ايام ما نفوتلكش ربع ايام باذن الله، ونجيب لصاحبي حاجه كاع شكاي. انا عاطيك العربون. ايوا خويا صاي صاحبي ربع ايام ولا يكونوا عندك كل شيء باذن الله. مشكل ما كاش مشكل. الله خويا صاي صاي انا ندبر راسي. ما كاش مشكل كاع انا ندبر، ومازال الخدمه بيناتنا راه كاينش عمر لافير. ايات ثاني راهي هنا صاحبي. ايات ما كاش كاع مشكل. صاي ما كاش كاع مشكل. نتلاقوا في ساعه تاع خير ان شاء الله خويا. معرفه خير. سلامه صاي. ايات بيناتنا تليفون خويا وحده وحده عليك. رانا ضبطنا صحيفة السوابق العدلية مزورة باسمك. حضرات انا خاطيني كنت محتاجها شوفوا مع رحيم. شكون رحيم هذا واش من العلاقة اللي تربطك به؟ نعرف رحيم يريح في هذيك القهوة، رحت عنده خلصته جبها. يا درا وجدت لي الامانة؟ كلشي راه واجد خويا العزيز، غير كونك هاني. بارك الله فيك خويا العزيز، نعرف بلي خويا كونفيونس. ما تقلقش خويا انا ندبر راسي. والله غير اسمح لي ستريس لا غالب. والله يا خويا راني خايف المسكاني يجبدوه. مسكاني يا راك منيتك تهضر على المسكاني؟ ما باقيش المسكاني، انا نخدم دوريجين صاحبي، انا ما نخدمش المسكاني. انا هذا المسكاني كاع ما نخدمش به. غادي نعطيك اوراقك ووري لي تاعي ووري لي تاعك. الله يعافيك حبيبي الله يعطيك الخير. خدمت لك زوج، قلت لي زوج، هيا ها تاعك وها تاعي. والله يعطيك الصحة. اكسير هادو ماشي مسكانين. عاودي خويا ما نخدمش المسكاني، مالك دوريجين. انا البروكيرير تاع روحي، كيما يعطوها لك في دار الشرى نعطيها لك انا. مهبول. الله يعطيك الصحة بارك الله فيك. والله غير ريحتني على بالك. معليش ندخل لك في الامورات الخاصة، اسمح لي حامد. واه تفضل قهدر صاحبي، راني هنا مرحبا. خدمتك شهادة. راك تسقسي فيا خدمتك شهادة؟ نخدم كل شيء انا صاحبي، نخدم كل شيء. نخدم لك ديبلوم، كارت وسخ. أردونونس قاعد نجيبها لك خاوية وتعمر فيها انت شا بغيت، خرج اللي بغيت. انا نخدم هادو صوالح، حاجة اللي فيها الكاسي، الورقة اللي فيها الكاسي، راني هنا انا ندبر راسي. شعل
زيد ريقني زيد ريقني خويا العزيز، الله يفزع عليك. كيما رانا متفاهمين خويا، راك تعرفني انا كي نقول لك سومه سومه. عليك زيد ريقنا شويه والله غير الدعوه راهي غير سمع. لا العزيز ما تقبلنيش، راك تشوف خدمه كي دايره نقيه شابه صافيه، راك تعرف خويا حنا ما نخدموش حاجه فو ولا حاجه منا، نخدم لك حاجه دوريجين. الله يعطيك الخير. ايوا صاحبي يا خويا ها امان سيد. حفظك خويا العزيز. على بالك على واش تدعي هناك اليوم؟ المشتبه فيها جيهان اقرت عند سماعها بانها تعرف المدعو فيصل. هي انا خاطيني، كنت نهضر مع صاحبتي في التليفون، كنت راكبه في كلونديستا، سمعني نهضر قال لي انا ندير لك شهاده مدرسيه. تعرفي هذا السيد؟ لا ما نعرفهاش، بصح عندي النميرو تاعه. السلام عليكم خويا. السلام ورحمة الله. كلون اختي واه. شحال تدين الكمبيوتر؟ اديك 60 ميل. اي صح. تفضلي اختي. صح. الو. واه. صاراني في الطريق اني قريب نوصل، ما درت فيها والو تعرفي، طلبوا لي ديبلوم هذيك شهاده مدرسيه تحت تيرمينال، وكي عارفه بلي انا مشي واصله. اي ما على باليش كاع كي غادي ندير، غادي كي نوصل نعيط لك نهضروا عليها. صحه صحه. اي ماكي اختي عندك مشكل؟ واه تعش مشكل شي عندك؟ تعرف كاين واحد الكونكور وطلبوا لي شهاده مدرسيه تاع زعما تاع يكون عندي نيفو تيرمينال، وانا مشي واصله يا تعرف راني حاصله. عندك شخصك شهاده مدرسيه؟ لا هذا ما كان. نخدم لك اختي راني هنا مشكل نخدم لك. صح ريق لك اختي مكاش كاع مشكل. تعرف ويا كنت سلكني ما ننساش كاع خيرك. كاش كاع مشكل اختي راني هنا نخدم لك اختي شهاده مدرسيه. تخدمها لي؟ سهل سهل ماشي حاجه كاع ما تخميش. بصح قول لي زعما هذه سهل سهل قول لي شحال. ماشي حاجه ليسونسيال نخدم لك شهاده مدرسيه طوب ما تامنيش سير كاع. صاي هادي عليك. راني نقول لك نخدم لك حاجه طوب ما تامني. شوفي اختي هاكي تليفون ماركي لي نيميرو تليفون تما، ومن بعد نعيط لك عطيني لي لونسونومون تاعك اسمك لقبك وهاد صالح، وانا ندبر راسي نخدم لك شهاده مدرسيه 100% طوب كاع ما تخميش اختي. فيصل انت في الاول انكرت وقلت بلي نخدم الوصفات هذو نخدم غير روحي برك، بعد ظهور نتائج الخبره تبين بلي انت تعاملت مع بزاف اشخاص، تقدر تقول لي شكون هذ الاشخاص اللي تعاملت معهم؟ مره اخرى شاف. تم الاستماع للمدعو فيصل. شاف صح انا نخدم هاد الصوالح نخدم بزاف صوالح ماشي غير حاجه واحده، بصح شاف في هاد الناس هاد الاشخاص انا ما نعرف حتى واحد، انا كاين واحد برك نتعامل معاه هو اللي يجيب لي هاد الناس، هو اللي يقول لي كاين هادي تخدمها لي ونتعامل معاه بصوم، داير معاه سومة في كل حاجة، كل حاجة نخدمها له، خطرة يجيب لي حاجة نخدمها له زوج ثلاثة كيما يجيب لي نخدم له. شكون هذا الشخص اللي تعاملت معاه؟ هذا واحد سموه رحيم. راني غير طالع فيك راني هاكا طولت عليك شويه مليح راني غير طالع فيك هاودي عمي راني غير طالع عندك راني هاكا لاباس راكم مليح تايا الله يرضي الحمد لله وانت الحمد لله على بالي بلي طولت عليك شويه راني مقلق راني مقلق اصبر تدي حاجه مليحه انا بروحي ما قلقتك ما عيطتك خليتك براحتك على بالي راني تاعك. هذه تاعي هذه الاوريجينال وهذه نسخه تاعها. خويا لو كان جبتهم لي في زوج والله ما نعرف تاعي وين راهي. يا درا خدمه شابه. نقول لك حاجه يعطيك الصحه صاحبي، راني نقول لك ما نلعبش والله لا فرحتني زعقه ما كاش ونزيدك شي حاجه مازال فيها تاني. شوف شوف
كازي. كازي تاني؟ دوسي ميديكال. شوف شوف الله. شوف. حتى لي زوردونونس. هذا دوسي ميديكال. مسكاني. مسكاني، أنا نلعبو حنا هنا، ما نخدمش المسكاني أنا. دوريجين هذيك. دوريجين بالكاشي وكاع. بالكاشي. هذا هذا الكاشي من جيبك. زوردونونس. هذيك سكريتي هاي. أنا نقول لك كل شيء دوريجين. على بالك هادي شنخرجو بيه وسيرو خرجو بيه نديرو دراهم كبار. أنا تاني من الأول على بالي بلي غادي نعجبك. باش قلت لك خدمة 100% تاني واثق من روحي. أنا راني معاك حتى التالية. كتر لي غير لي كليون. لي كليون قلت لك أنا ندبر راسي، كاين لي كليون تاع هاد صوالح وأنا ندبر راسي. يبارك روطار بدا. صاي أنا ندبر راسي، هاد صوالح أنا أنت دير لي سومة وأنا ندير السومة وأنت تاكل وأنا ناكل. بدارك روطار. هاودي حاجه كيما هادي نديرو بها دراهم كبار، ما كاينش لا لي نديرو طياره. ديبلوم اي حاجه. ديبلوم تاني اي حاجه. راني نقول لك على الحاجه اللي تجي في الورقه قولي عليها ندبر راسي. وين كنت صاحبي؟ وين كنت؟ وين كنت؟ راني بنت دروك هكا صاحبي. صاي خويا عطيني توصي هادو ادي امانتك عطيني صوالحي. الو بيناتنا تليفون. بعد التحقيق مع الاشخاص المتورطين تبين وجود وسيط بينهم وبين المشتبه فيه الرئيسي. بعد البحث والتحري وتفعيل عنصر الاستعلام تم تحديد مكان المشتبه فيه رحيم. ريح كمالك ريح كمالك ريح 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 كمالك ريح كمالك ريح 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 وقف ما درت والو واش ما درت والو واش ما عندي والو ما عندي والو ما عندي والو الشهر كتشوف ليه ما عندي والو ما عندي والو الشهر ما عندي والو ما عندي والو الشهر والله ما عندي حاسب انا ما درت والو الشهر ما عندي والو الشهر والله ما عندي حاسب ما عندي والو الشهر قول المركبه تم توقيف المشتبه فيه رحيم واقتياده الى مقر الفرقه للتحقيق معه. رحيم على بالك على وقفناك؟ ما على باليش الشاف راني جاي غير هكا. راك متابع بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. تزوير أنا خاطيني التزوير أنا وهاد صوالح أنا خاطيني قاع هاد الأوراق. خلال التحقيق أنكر المشتبه فيه رحيم كل التهم المنسوبة إليه. كاين أشخاص وقفناهم اعترفوا باللي أنت كنت الوسيط بينهم وبين المدعو فيصل من أجل الحصول على مختلف الوثائق اللي يحتاجوها. أنا خاطيني يا الشيف ما نعرف حتى واحد في... أنا نعرف هذا فيصل لكم تهدروا عليه. كيفاش عرفت فيصل وكيفاش حتى بديت معاه في الخدمة هذه؟ اروح دقيقه طبعا صاحبي ايه راك صاحبي الشيخ بس ولي حظ ليا طير عليك طاب شويه الحمد لله. انا تجول انا عندي قهوه تاع الصباح حتى هي من عندك. عاودي انك تعرف مع الخدمه خطرات نخدم خطرات ما نخدم. مشكور هذا. انا ماكش خدام.
مانيش خدام خواني باين بدل لاكريمو هذه باين بدلها هذه لا لين كرهتها خواني باين بدلها هذه تاع الترونسبور منا كرهتها صاي باين بدل كاع البلاصه باين ولي تاع لين تاع شخدم تاع الترونسبور هيا بدلها شك تقارع عاودي خويا طاحت فيها جريات فيها ديريكسيون ترونسبور فيها طلع جري هود ولايه جيب منا الا قلك عاد فهمتين باش يا ربي الا قضيتها وين باغي تبدلها مين بدلها كاع خويا بين هود تحت لافيل بدل هذه صح سمعني بتبدل لاكريمو ولا لالين هادي لالين ما ديرش عليا مالك بدل لالين لالين بين بدلها بين رد لافيل خويا اش من عارف فهمتين يا صاحبي سهله دبر راسك سهله سهله ما تصعب حتى حاجه كاع انا غادي ندبر راسي هاودي هادو هما الصحابه صاحبي هاكا فرحني خويا فرحني المشكل غير انت يا ما على باليش على بالك شراني نخدم ولا ما على باليش ما على باليش خويا انا غادي نريقلك مشي شوف لك عارف انا غادي نريقلك تتريقلني هاودي ريقلني وانا نتهلا فيك ها يلا بلا تهلي هادي كاع ما تعاودهاش تا خويا مالك هادي ما تعاودهاش اسمعني غادي نريقلك هاد لافير نخدم لك لالين تولي خدام عادي ايوا ديما دابيا اسمعني كاين حاجه برك لازم تجيب لي لوريجينال وانا نخدم لك عليها ماشي بروبليم صاحبي نجيب لك لوريجينال راه كاينه راه هنا مالا صاي غادي نريقل صاحبي 100% كاع صاي مشي اسمع كاينه حاجه ماشي غير هادي ماشي غير هادي اي حاجه كازيديسيال اي حاجه سموها ورقه نخدمها ايوا بصح ما قلتليش شحال شوف هادي غادي نخدمها لك من عندي عاودي الله يحفظك سمعتني انت برك لونسي لي وهضر جيب لي بصح جيب لي دي بون كليون جيب لي ناس اللي تفهم ناس راني فاهم ماشي تاع ريسك ما خصناش وتجور كاين حقك على جهه واه صاي سيبو انا مدى بيا راك فاهم انا ناكل وانت تاكل هاكا برك كاينه حاجه واحده نوصيك عليها واه قول لي صح انا ما نتلاقى مع حتى واحد لا انا ندبر راسي تتلاقيهم تتهضر معاهم انا بيني وبينك الورقه والدراهم صاي ماشي بروبليم صاحبي ما يشوفوني ما نشوفها هنا ما تتلهضره وانا ندبر راسي صاحبي ما كاش مشكل هذه ثاني حاجه مليحه دوك العشيه جيب لي الورقه تاعك انت باش نخدمها لصاحبي انا اليومين ولا تكون عندك هاني الامور كاع انا نجيب صاحبي الاوريجينال وفرحني وانا ندبر راسي راح متخمش كاع صاحبي انا هنا انت قاعد بحرت لك صاحبي لا اللي تعجبك تبغي تولي تخدم في السماء خدمك في السماء ها الناس اللي فرحوني يا صاحبي ان شاء الله راح يحفظك خويا صاي درنا هكا صاحبي رحم ليها صافي والله الا رحم ليها صافي صاحبي الحمد لله انا اللي قلت لك كاع صوالحك اللي قلت لي عليهم بس يا ما حبس مازال ما خلصتني في والو الريقل صاحبي انا كمنيتك اسونسيال خلصني في هادو نصفو معاهم وندخلوا في حاجه ما لا دراهمك احسب دراهمك صاحبي احسب صافي صافي ما كاش مشكل كاع تما كلشي كي شهادات كي كازيك وكلشي صافي خويا خدمتك تعجبني صاحبي وقلت لك بلي بهذه الخدمه نروحوا بعيد اسمعني مازال باقي واحد شويه تاع ناس واحد خاصه كازي واحد خاصه حاجه خفيفه واحد ديبلوم شوف عندك 16 واحد 100 واحد في نهار جيبهم خدمه غير هي ما تبدلش راك تعرف العقليه وريق لهم لك صاحبي كاش كاع مشكل سمعتني صايي بحكم برك وين ما كاين شاولا حاجه برك انسيستي عليها لا كونفيونس لا كونفيونس لا كونفيونس صاي خويا ما خصنيش نلعب تاع الصغار وهاد صوالح ما كاش مشكل كاع خويا كونك هاني انا ندبر راسي صاحبي فيريفي صوالحك لا خدمتك انت ما تعاودش نفيريفي من موراك كاع صاي باينه الخدمه كي دايره سي بون صاحبي درنا هكا صاي على الله هي بيناتنا تليفون عشوه ان شاء الله هيا من بعد في الحقيقة المدعو فيصل هو من كان يقوم بتزوير الأختام والشهادات بكل أنواعها داخل بيته بالتنسيق مع المدعو رحيم الذي لعب دور الوسيط بينه وبين الزبائن